جاء وقت الحلا. طيب هذه كيكتنا اليوم وحلاتنا اليوم. يامي يامي، هات الصينية من تحت. يامي اوكي بس كده هذا اوف. بعدين يقول لك اوكي نحطها من 15 ل 16 دقيقه ريموف ذا اوكي او 2 مينيتس. اوكي نحطها نحطها وبعد ما تخلص يا برا دقيقه او دقيقتين. يلا سيبها بقى 15. طبعا انت واحمد اكلتوا بوبسيكل ايس كريم. ما خلصت ما خلصت انا ما في نادينا. طبعا نغسل هذه. شفت ايش جبت انا اليوم؟ ايش ده؟ شيء جديد. جديد؟ أيوه. إيش ذا؟ شوف أحمد على طول ذا. أحمد عشقه ذا. Mexican street. I want to try it. Different. What a yummy. Yummy. أنا شوية. شوية ما عجبني. لا ليش؟ ليش؟ ما أكل ما بأكل هذي. وطح. ليه؟ But I usually ما أحب التشيتوز. But هذا actually ما يامي. كان في ليمون. بالليمون شوية. ليمون؟ إيه في ليمون هنا. وفي أشياء برضو. في أشياء ما أدري ما أعرف إيش حاطين برضو معاه. ما شفت. I'm gonna have more popcorn. What is it tangy? Huh? It's tangy. So tangy, spicy, and cheesy. I think we need sour. Oh, oh, it's يعني tangy. أنا أول مرة أسمعهم. هاي. كم وين؟ Cheesy. Oh, tangy. يعني sour. With spicy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. I'm going to eat it. يعني لا غير السوبر ماركت لازم اجيب حاجه معايا. وين سوري رجيم ودي انت خبصتوا لي الرجيم. اكلت مكرونه ودحين شيبس وفي حلا. لا 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 يعني ما تاكل حلا خلاص. المفروض والله ما اكل حلا. احنا ناكل حلا. طيب تعالى جبت لنا هذه اللعبه سيكونس من زمان عندها. تعرف تلعبي انت؟ ايوه. انت كده؟ ايوه انت كده. يلا طيب طبعا هذه السيكونس مكونه من هذا البورد حقها وفيها طبعا كلها موجود عليها العلامات السكينه نفسها والكارد نفسها. طبعا الكارد اللي موجوده هنا نفسها اللي في يدك. وفي طبعا تجي معاها الورق او الكارد او الكشينه هذه زي ما نقول عليهم. ومعاها هذه كمان الحبوب هذه. في كمان واحدة ثانية هنا. هذا الحمراء. الحمراء طبعا قليلة الحمراء اقل منها. طبعا من اللي يستخدم الحمراء اذا لعبنا احنا كلنا اربعة. بس عين حاليا ما في الان وتارا حنلعب. تارا حتاخذ الاخضر انا الازرق. يلا تارا نبدا. طبعا ليش رجعت ايه؟ انت خلصت سويته؟ ايوه خلاص. اخلص؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. طبعا سبعة أوراق لكل لاعب. أقدر ألعب معك؟ يلا أنا وأنت مع بعض. تعال هنا جنبي. تعال هنا جنبي. انتبه. يلا يس. هلو هلو. كيف حتكون؟ هذه الأوراق عندنا. حشوف مثلا عندي طبعا أحتاج إني مرتين أفوز. اسوي لاين مكون من خمسة حبوب زي هذه مثلا زي كذا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. مو
بس كده لازم الكاردز. ايوه لازم الكارد. يعني مثلا انا خلاص هذه مثلا نقول 4 حطيتها هنا، 5 حطيتها هنا، 6 بهذا الشكل، فكونت لي هذه، كونت لي هذه اللاين، ف جسم ده طيب كونني هذا اللاين، فانا كده هذه المره فزت واحتاج افوز مره ثانيه. في هنا عندنا هذا أيوة. في عندنا هنا هذه النقطه اللي هي نفس الشكل حق دي، تعتبر واحده منها. يعني مثلا تحتسب هذه 1 2 3 4 5 زي كده، فاحتسب هذا 5 حبوب. كل الاوراق موجود منها 2، يعني مثلا هنا في 4 دايموند، هنا في 4 دايموند، في مثلا شو اسمه ده 4 هارد، هنا في 4 هارد ثانيه، هنا 4 هارد ثاني، اي هنا 9 دايموند، برضه في 9 دايموند هنا. ايش في كمان؟ فبهذا الشكل اظن الى حتى الاكا، حتى هذه برضه نفس الشيء هنا، يعني هنا واحد ثانية اوكي هي منها كلها اثنين. كينجز والكوينز. يلا دوري انا. دوري في عندي هذه. طيب اوكي يلا انت. يلا حطها. يلا. هذه شوف هذه نبغاها. استنى. شوف هنا. واحدة هنا واحدة هنا. يلا حط هنا. مو بس كده انا. تمام يلا تعالى. اوكي طبعا لازم نسحب، نسينا كل واحد لازم يسحب. شنو ناخذ؟ اي خذ 2. طبعا لما تجي تلعب واحده ترجع من السيستم ده تسحب واحده ثانيه، لازم يكون 7 اوراق في يدك. اي شيء خلاص اذا ما عندك اي شيء ما مشكله، لكن انا حسوي 2 لاينز قطعين، فعندي لازم مكان ثاني. تمام عليك. تمام يلا يلا. في عندنا، شوف هنا احمد ما عندنا هذه، عندنا هذه. استنى طيب هذه العبي طيب يلا احمد، هذه اتوقع اني بقول منك. يلا يلا بس انا سحبتي. خلاص بعد اخر مره. طيب اوكي يلا علي. ايش بك؟ ما ادري. هيا. اوراقك باينه حلوه. اوي لا لا ما يصير. ايش ما سحبتي كمان؟ والله ما يصير كذا يا تالا. طيب لازم تتكلي. اسحب يا تالا، اسحبي ما حفكر طول الوقت. يلا حماده حط واحده هنا. اسحبي حماده قاعد يلعب هنا، قاعد يسوي لي بيش هنا، قاعد يسوي لي. احنا جالسين نلعب. اسحبي يلا دوري. اسحبي تعالى. والله كذا ما يصير. ما هلعب مع سالة مرة ثانية. ليه؟ ألعب مع ماما. ما أنا دائما تلعب مع ماما. شوفي كم ورقة عندك؟ 7. متأكدة؟ إيوه متأكدة. عشان دي 4 أوراق شيء حلو، ما حقول لك شيء حلو، شيء حفوز. شيء حفوز؟ إيوه. شو هذا؟ أوه يس، I can do it. حطها هنا أحمد. حطها هنا. حفوز جيبون. هنا أوريكم شيء. طيب شو اي جاك؟ يعني طيب تعالى جاتها هذه تو اي جاك. تو ايز لما يكون عنده مثلا كذا التو عنده عينين كذا ظاهره، فيقدر يحط الكوين هذه في اي مكان، يحطها في اي مكان هو يبغاها. طيب. يعني احطه هنا. يعني طيب اوكي تعالى كده فازت بهذا الخط. عندنا هنا 1 2 3 4 5 هذه كده 5، فتعالى فازت بواحده. طيب واحمد جالس هنا جنبي. انا 1 2 3 4 5 6 انا كاني لعبت صح؟ احيانا يكون بس في هنا الجاك هذا يكون بس له عين واحده، اللي تكون له عين واحده يقدر بس ايش ما يحطه، لا يموف يشيلها. اذا بابا عنده 4 اقدر اشيله عشان ما يفوز. ايوه عشان لا يكمل الخامسة فممكن يشيلها. واحد اثنين واحد اثنين.
طيب يعني هنا هذا ما يطلع هذا ما يطلع هذا ما يطلع هي أول شيء فازت بهذا الخط 1 2 3 4 5 طيب في عندها خط ثاني 1 2 3 4 5 خلاص فز تعالى أصل من أول هي فايزة قبل أنت شفتها خلاص أنا الفايزة من أول طيب تعالى congratulations تعالى طيب طيب هذه كانت لعبتنا اليوم اسمها sequence لعبة حلوة ممتعة إذا حبيتوا هذا الفيديو وحبيتوا هذه اللعبة دون اللايك وإذا ما حبيتوها دسلايك برضو سبسكرايب لا تنسوا تدون سبسكرايب نشوفكم على خير إن شاء الله في لعبة تانية مع السلامة